يعني بدايتي يعني كانت في الحدادة الفنية عادي، ومع الوقت حبيت مادام تسمى باعتبار انه الحديد مادة شوي غالية وكذا، حبيت ان ندير قطع فنية هكذا بإعادة تدوير كما نقولوا بالنفايات تاع الحديد، النفايات اللي طيشوهم الناس والله اللي طيشوهم سواء لي ميكانيسيان والله تاع المهم اي حاجة تاع حديد نعاود ندورها انا وندير بها اعمال فنية كما راكم تشوفوا. الحاجة هذه أولا هي فن معاصر، ثانيا التعاون في البيئة، وممكن حتى تعاون في الاقتصاد الوطني، لأنه قطع فنية كما هذه بكل تواضع تقدر تجيب لنا العملة صعبة ونقدروا نبيعوها منا ونشاركوا بها في معارض دولية. العمل تاعي هذا نسترزق منه والحمد لله كاين اقبال، النهارات الاولين شويه الناس حاجتهم حاجه جديده وكذا، مي الحمد لله ذوك مع الوقت كاين اقبال، كاين ناس هم يشريو علينا الحوايج، جات نتيجه مليحه لانه كي تنال اعجاب الناس هذه هو الصح.